معي على التليفون الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي. مساء الخير يا دكتور هشام. مساء الخير استاذ عمرو. هل تمت عملية تشريح جثة النجل المستشار محمود السيد؟ ايوه فندم، انتهينا من التشريح من حوالي ساعة ونص تقريبا. هو المتوفى رحمه الله اسمه محمد السيد محمود، 26 سنة تقريبا. ده مصاب بطلقة واحدة أصابت أعلى الظهر واتقرت في الجمجمة وأحدثت تهتك بالمخ وكسور بالفقرات العنقية. الطلقة أطلقت من مسافة قصيرة دكتور هشام؟ لا يا فندم، هو ما فيش علامات قرب إطلاق نار، لكن لسه تحديد المسافة هل هو ضرب في إيه لسه ما عندناش ملابسات كاملة، لكن ما عندناش علامات قرب إطلاق نار حوالين الجرح الناري يعني. طيب. الطلقة هي مطلقة من سلاح من يطلق عيارة من عيارة 9 مللي. ده نوع السلاح المستخدم 9 مللي بالظبط يا فندم. طب حضرتك قلت اطلقت عليه طلقه واحده فقط، طلقه واحده من الخلف يا فندم ومن عيار 9 مللي. طيب الطلقه ادت الى كسور في الفقرات في الجمجمه، احدثت كسر بالفقره الصدريه الاولى وبعد كده الفقرات العنقيه وبعد كده اخترقت قاع الجمجمه عدد تهتك بالمخ واستقرت بيسار المخ. والوفاة حصلت في نفس اللحظة؟ دي من الإصابات المميتة لأنها خدت معها الحبل الشوكي وخدت المخ، فمن الإصابات المميتة اللي بتؤدي الوفاة في فترة خطيرة جدا. اللي حضرتك قلتولي ده ذكر في التقرير المبدئي أم التقرير النهائي؟ ده خلاص يعني كده؟ لا يا فندم، هو التقرير النهائي، هو اللي انا بقوله لحضرتك ده هو اللي بيتكتب في التقرير النهائي، لكن هو حضرتك التقرير النهائي ده عادة بيستغرق فترة ممكن تقعد اسبوعين ثلاثة على حسب مذكرة النيابة ما تيجي واستكمال الاجراءات العادية بتاعتنا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي.